بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ متابعينا الكرام ونتواصل بتواصل أشواط اللقاية في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، حيث بدأنا في هذا المساء بمتابعة هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة من خلال انطلاقة سن اللقاية على الهواء مباشرة. تتابعون هذه الانطلاقات المسائية من مسافة 5 كيلومترات نقلا حيا مباشرا عبر شاشة قناة الريان. نتابع هذه الانطلاقة بعد أن شاهدنا أشواطنا الرئيسية الأولى في مساء هذا اليوم. نتابع انطلاقة لا تقل أهمية من خلال ما أتابعه وأقرأه في الأسماء المنطلقة في هذا الشوط الخاص بالإبكار. أبدأ مباشرة مع من تحتل المركز الأول وصدارة ومقدمة الشوط، هذه فوج على المركز الأول، تعود ملكيتها الهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري على المركز الأول والصدارة، تلتها منصورة لسعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم بن محمد الثاني، يضمنها محمد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. المركز الثالث تشريف لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري. المركز الرابع، نتابع المركز الرابع وانطلاق رابع المراكز وهي هدوء لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. والماسة على المركز الخامس تنطلق بشعار هجن الشحانية، يقودها محمد بن خالد بن عبد الله العطية. متابعينا الكرام، هذه نتيجتنا الأولى ونداؤنا الأول لهذه الأسماء المنطلقة مع هذا الشوط المليء بالأسماء القوية والأسماء صاحبة الإنجازات. نتابع المركز الأول اللي انطلقت في هذه اللحظة منطلقة ومندفعة بهذه الأجواء الرياضية الممطرة مع هذا التقدم والانطلاق، فوج على المركز الأول لهجن الشحانية، يضمرها سالم بن فاران المري الذي حضر في مساء الأمس هناك في العاصمة الإماراتية أبوظبي حينما قدم وتابع هذا الشعار من خلال ما حصل من إنجازات لهجن الشحانية. يا سلام، إذن فوج على المركز الأول تنطلق في صدارة ومقدمة هذا الشوط منطلقة في الصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني تشريف على المركز الثاني أيضا تنطلق بشعار هجن الشحانية ويتابعها أيضا المضمر الذهبي سالم بن فاران المري إلى المركز الثالث مع منصورة. هذه منصورة على المركز الثالث لسعادة الشيخ محمد بن خالد بن جاسم بن محمد آل ثاني محمد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. هذا المضمر الشاب اللي يقدم منصورة في هذا الشوط وصاحبة نقطة في المحلي الماضي. هذه منصورة التي تحمل الرقم 2 وتنطلق من المركز الثالث. هنا مهجة على المركز الرابع لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي في المتابعة في التضمير. والمركز الخامس، المركز الخامس الرقم 10 مع هدوء ولا الماسة اللي غيرت على المركز الرابع إلى المركز الرابع وإلى المركز الثالث. وهنا تدخل هدوء انطلقت في المركز الثالث بشعار هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران المري. شبل المضمرين انتقلت معه هدوء إلى المركز الثالث مع هذا الشعار العملاق، بينما رابع المراكز مهجع المركز الرابع لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي في المتابعة وفي التضمير، بينما خامسا أختم ندائي بوجودي الماسة المركز الخامس بشعار هجن الشحانية وبمتابعة المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مرة أخرى على حضراتكم متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان
في العالم العربي، من يتابع انطلاقات ميدان الشحانية، من يتابع على شاشة قناة الريان، من يتابع هذه الانطلاقات المسائية مع أشواطنا المفتوحة، وهذه الهجن السبك اللي تشارك اليوم مع هذه الشعارات العملاقة. إذن الشحانية وهجنها في المركز الأول والثاني والثالث والرابع، ولكن المركز الأول معه دائما نحن، نحن نبقى مع المركز الأول مع فوج اللي منطلقة ومندفعة في صدارة ومقدمة الشوط لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني الاقتراب الاقتراب من حاملة الرقم 9 وهي تشريف أيضا يتابعها سالم بن فاران المري على المركز الأول والثاني، بينما المركز الثالث تدخل واقتراب من هدوء المقتربة المنطلقة، وتحركت الماسة على المركز الرابع، تحركت الماسة نشوف المركز الخامس، المركز الخامس هنا شهب، شهب على المركز الخامس لهجن الشحانية على مستوى المركز الخامس، يتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين، عملاق المضمرين. يا سلام يا سلام، نحن نفتتح الكيلومتر الأخير مع هذا التقدم، مع هذا الانطلاق. انطلقي يا فوج، تحركي يا هدوء، انطلقي يا الماسة، تحركي يا تشريف. ولكن المركز الأول، الله، هذه فوج على المركز الأول، الفوج بالمقدمة في الصدارة مع الذهبي سالم بن فاران المري، ومع تشريف على المركز الثاني أيضا كلاهما لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري على المركز الأول والثاني، يتابع يضمر يدير عملية التضمير مع هاتين السبق المنطلقة. هذه فوج وهذه تشريف، تشريف وفوج على المركز الأول والثاني بشعار هجن الشحانية وبقيادة المضمر سالم بن فاران المري. يا سلام يا فوج، تصل وتنتزع وتحقق الناموس مع هذا الشوط. إذن فوج بشعار هجن الشحانية المنطلقة والمندفعة، وقامت راس وأنهت الشوط راس محققة ومهدية شعار الشحانية وعشاقه هذا الانتصار في هذا المساء. إذن هذه فوج تصل وتهبط بحفظ الله ورعايته إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. تهانينا لهجن الشحانية على فوز فوج بالمركز الأول وفوز تشريف بالمركز الثاني بقيادة سالم بن فاران المري. المركز الثالث شديدة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن فالح بن ناصر آل ثاني. المركز الرابع الماسة لهجن الشحانية. المركز الخامس وصلت شهب لهجن الشحانية. متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، هذه لحظة وصول فوج إلى خط النهاية. 7:44 بدون أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري الذي قاد فوج وقاد تشريف في المركز الثاني التي حلت وصيفة بهذا المركز. التوقيت الزمني لتشريف 7:47 وفاء وتماما وكمالا بينما المركز الثالث الرقم 3 والتوقيت الزمني 7:49 جزءا واحدا من الثانية. هذه شديدة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن فالح بن ناصر آل ثاني. تهانينا والناموس للجميع.